أجل الجيش من صاحب البيت قلت له هاي مخزن ما هي سكنة ولا بقول لا هاي سكنة. فات الجندي يعني فتش البيت فات لكي أختي وولدتها وكانت عندها مرت أخوي كعدات بدفين في ملفوف مثلا بدها تطبخ تسوي غدا. لا بقول شو يا سلام هذا في تلفزيون في غاز في مرات قاعدة بتطبخ في فراش هاي منه مخزن. أفكر إنه جوز أختي يرد يبيع الباز الكونتينر تبعه ويرد ينقل على بيت دجل. أنا اسمي لينا جوده حامد. أخوتي كلهم في بيت دجن طبعاً. أخوتي 7 متجوزين 6 كلهم ساكنين بيت دجن. إحنا موجودين طبعاً بالفروش بدهم يضطروا يطلعوا على بيت دجن يسكنوا وطبعاً يوم يوم يصير ينزل على مزرعته ويروح على شغله. لو إنه في مسكن هنا بيسمحوا للبناء طبعاً الإبن ما بيقدر يتهجر. أما يوم كانت أختي موجودة لو طلعت من الصبح للمغرب ألقى في بديل إنه يساعد في البيت مثلاً تطبخ تجلي تغسل مثلاً تشطف الدار أي إشي تشتغله كانت هي بدالي يعني. وهذا الإشي برضو على كل النساء وكل الأميات مثلا اللي بتركها ابنها أو بنتها. أمي أنا مثلا هالساعة زيها تعب وإرهاق عليها مثلا عندها مزرعة عندها غنم بيت أولاد فبتضطر تتحمل مسؤولية كلها. كلها إسرائيل بتعمل على تشتيت للعيلة بدها تبعد الابن عن أمه يعني أحسن هسا بيت دجن إذا بروح عليها يومين أو ثلاثة بزهك. أما هنا منطقتنا القرية اللي تربيت فيها وعشت فيها يعني من يوم ما ولدت وأنا فيها عايشة طبعا راحة نفسية يعني الواحد بلف وين البلاد وبرجع بقول يا الله محسن ريحة بلادي اللي عشت فيها وتربيت فيها.